بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عبد الناصر الرفاعي، بديكم محاضرة النهاردة لسنة خامسة في الأورال ميديسن. المحاضرة عن Ulcerative Vesicular and Bullous Lesions. أهو زي ما احنا شايفين Ulcerative Vesicular and Bullous Lesions. طبعا احنا عارفين الاورال ميوكوزا الثن دي رؤيه، فلما يكون في فيزيكال او بولا اللي عاده في معظم الامراض بتكون انترا ابيثيليال، ففي الحاله دي هيبقى الكفرنج لايرز من الابيثيليوم فيري فيو اند ثين كفرنج لايرز، وعشان كده ايزلي يحصل لها رابتشر مع الفورسز بتاعه الماستيكيشن during mastication والرابينج اللي بيحصل مع التيس ومع التشيكس واللبس easily ruptured. فبعد ما يحصل لها rupturing الفيزيكل او البولة بتتحول الى ulcer اللي بسهولة ممكن يحصل لها infection بسبب انها في area decreased resistance وفي oral flora مالية oral cavity اللي بتتحول من كومنسال لباثوجينيك، عشان الديكريز الريسيستنس اللي حصل احنا عارفين من قبل كده في الانيت اميونيتي ان الابيثيليوم والكيراتين ده بيعمل بروتكشن للتيشوز، عارفين قبل كده من الاول، فلما يحصل له لوس ويبقى فيه ألسر الريسيستنس بتقل في المكان ده، على طول يتحول الاورال فلورا الى باثوجينيك وتعمل لها انفكشن. طيب احنا علشان ناخد الهيستوري ثرالي لازم يبقى الهيستوري كومبليت، نسأل بيشنت على كل حاجة، لان الاورال ألسر دي ممكن يبقى معاها ديزيزز تانية او حاجات تانية في أذر تيشوز. زي ايه؟ هنشوف في السلايد الجاية. ممكن يبقى فيه سكين او اي او جينيتال او ريكتال ليجنز. كمان لازم نسأل عن السيمتومز، يعني نعرف من البيشنت اذا في جوينت بين، في ماسل ويكنس، في ديسنيا، في ديبلوبيا. ديبلوبيا بيشوف الصوره حاجتين بعينه، اند شيست بين لو في، لان كتير من الاورال ليجنز بتكون كونكوميتنت معاها حاجه من الحاجات دي او اكتر من حاجه، دي بتدل على ديزيز معين تفتح لنا الطريق ان احنا في التشخيص نقدر نعرف الديزيز بالتالي. طبعا البرايمري ليجنز اللي احنا هنحاول نشوفها موجوده ولا لا، دي انتوا خدتوها في سنه ثالثه قبل كده في الدايجنوسيس، بس هنمر عليها سريعا. الماكيولز دي ويل سيركمسكرايبد، محدده كويس، فلات ليجنز ذات ار نوسيبل بيكوز اوف ذير تشينج فروم ذا نورمال سكين كلر، هي على نفس الليفل بتاعت السراوندينج سكين او اورال ميكوز، بس في تشينج في الكلر ويل سيركمسكرايبد، دي الماكيولز. انما البابيولز تختلف، ما هياش على نفس الليفل بتاع السراوندينج تيشوز، انما هي ايه؟ بتبقى elevated، واخدين بالك، solid region raised above the skin surface، ودي بتبقى less than 1 سنتيمتر in diameter البابيولز. انما البلاك اللي هي نمره 3 تحت دي بتبقى more than زيها elevated raised lesion عن السراوندينج تيشوز، بس بتبقى more than 1 سنتيمتر in diameter. اهو دي صورة للماكيولز زي ما احنا شايفين، دي white ماكيول وده براون ماكيول ودي بلو ماكيول على نفس الليفل بتاع strong tissues well circumscribed. دي البابيولز raised elevated زي ما احنا شايفين عن strong tissues، ودي مور ليس ذان البابيول ليس ذان 1 سنتيمتر ان دايامتر. النيديولز بقى ذيس ليجنز ار بريزنت ديب ان ذا ديرمز، ديب في الدبس بتاع الديرمز، اند ذا ايبيديرمز اللي هو الكفرنج ايبيديرمز كان بي ايزلي موفد، بس الصباع ممكن نحركها عليها اوفر ذيم. الفيزيكلز اليفيتد بليسترز كونتين كلير فلويد
بس اقل من 1 سنتيمتر ان ديامتر. البولي برضو زيها بلستر لايك اللي موجوده في الفيزيكال فيلد ويز كلير فلويد بات مور ذان 1 سنتيمتر ان ديامتر. ايه الايروجن بقى؟ مويست ريد ليجنز اوفن كوز باي رابشر اوف فيزيكلز اور بولا از ويل از تروما. البستيولز ريز ليجن كونتينينج بيرلنت ماتيريال. يعني ايه؟ هي زي الفيزيكال والبولة جواها بيرلنت ماتيريال، مش جواها بقى كلير فلويد زي الفيزيكال والبولة، لا بيرلنت ماتيريال. الالسر ديفكت ان ذا ابيثيليوم اتس ذا ويل سيركمسكرايبد ديبريست ليجن اوفر ويش ذا ابيديرمال لاير هاز بين لوست. فقدان في الابيديرمس. دي نوديولز اهي زي ما احنا شايفين في الديبر تيشوز، والابيديرمس الكفرنج ابيديرمس كان بيموفابل، كان بيموف زي ما احنا شفنا قبل كده. دي الفيزيكال بليستر فيلد ويز كلير فلويد او ساك فيلد ويز كلير فلويد بات ليس ذان 1 سنتيمتر ان ديامتر. البوله عكسها، يعني في كلير فلويد بس اكتر من 1 سنتيمتر. ده هير بالسمبلكس زي ما احنا شايفين في امبليكيتد فيزيكلز، في فيزيكلز اهي فيزيكل صغيره فيلد ساكس فيلد ويز فلويد. دي البوله زي ما احنا شايفين سايز كبير مور ذان 1 سنتيمتر ان ديامتر فيلد ويز كلير فلويد هي كمان. ده الايروجن ده احنا شرحناه من شويه اهو. وده البنفكس والجالس في ايروجن، طبعا ده بيبقى بله بيحصلها رابشر ليفينج ايروجن اللي احنا شايفينه ده. البستيول اهو شكله ساك فيلد ويز بوريلانت فلويد مش كلير فلويد زي الفيزيكال والبول. دي الالسر لوس في الكفرنج ابيثيليوم. فيناستاسيس دي بيج ألسر زي احنا شايفين. البيربرا ريدش تو بيربر فلات ليجنز كوز باي اكسترافازيشن او بلاد، البلاد بيطلع بره البلاد فيزل انتو ذا سب كيوتينيوس تيشوز كلاسفايد اكوردنج تو سايز انتو بيتيكي او ايكيموسيس. البيتيكي بيربريك ليجن 1 تو 2 مليمتر، مليمتر خد بالكم مش سنتيمتر، مليمتر ان ديامتر صغيره كتير. مانيوت هيموراجيك سبوت اوف بين بوينت زي راس الدبوس تو بين هيد سايز. طيب ايكيموسيس بيربريك باتش لارجر ذان 3 مليمتر ان ديامتر، برضو لارجر ذان 3 مليمتر اكبر من البيتيكي. ده البيربرا اهي زي ما احنا شايفين ريد في الكر. نان بالبابل بيربرا ممكن تبقى بالبابل، اي بالبابل بيربرا. Detailed history of the present illness is essential in making the diagnosis of oral mucosa. ده مهم جدا. طيب في ثلاث فاكتورز لازم نبص عليها علشان نحدد diagnosis بتاع الديزيز. نمرة واحد length of time the lesion have been present. يعني ايه؟ يعني الليجن دي بقى لها قد ايه؟ التايم قد ايه؟ عشان نحكم عليها اذا كانت اكيوت ولا كرونيك. اكيوت باخد شورت تايم، كرونيك لونج تايم. طيب past history of similar lesions عشان نقول هي برايمري اول مره تظهر ولا ريكارنت بتظهر من ان لاخر قبل كده في هيستوري من ريكارنس فيها. الفاكتور الثالث number of lesion present، يا ترى هي single lesion ألسر واحدة مثلا physical واحدة بلا واحدة or multiple كتير. طيب. أول كاتيجوري هنتكلم عليها من الألسيراتيف فيزيكولار and bullous lesions اللي هي the patient with acute multiple lesions، يعني بقى هي acute short period multiple كتير lesions. The major disease that cause acute multiple oral lesion include a viral stomatitis, herpes viruses, herpes simplex, varicella zoster, Coxsackie viruses, herbangina, acute lymphonodular pharyngitis, hand foot and mouth disease, مجموعة تانية, allergic reaction particularly erythema multiforme, contact allergic dermatitis,
المجموعة التالتة lesions caused by cancer chemotherapy or blood dyscrasias. دي مجاميع هنتكلم عليها بالتفصيل. اول نوع اللي هو herpes virus infection. دايما احنا حوالي 80 known herpes viruses but 8 of them are known to cause infection in humans. herpes simplex 1 and 2, varicella zoster virus, cytomegalo virus, Epstein-Barr virus and human herpes virus 6. all herpes viruses contain deoxyribonucleic acid اللي هو DNA, لان الفيروس دي ان اي جروب اور ار ان اي جروب. فالهربس فيروس كلها اوف دي ان اي جروب نيوكليوس اند كان ريمين لاتنت ان هوست نيورال سيلز, لاتن تبقى فيه thereby evading the host immune response. طيب هربس سيمبلكس فيروس 1 وهربس سيمبلكس فيروس 2 دول نوعين موجودين. ان فريسيلا زوستر are viruses that are known to cause oral mucosal disease. Cytomegalovirus is an occasional cause of oral ulceration in immunosuppressed patients. ده يعني ابتدى يظهر بوضوح مع immunosuppression diseases زي الايدز والكلام ده, and is suspected as a cause of salivary gland disease in HIV infected patients زي ما قلنا. Classically herpes simplex virus 1, ده النوع الاولاني من الهربس سيمبلكس, herpes simplex virus 1 causes majority of cases of oral and pharyngeal infection. Meningoencephalitis and dermatitis above the waist, فوق النص الفوقاني, في النص الفوقاني من البودي. herpes simplex virus 2 is implicated in most genital infection, نص السفلي في genital infection, herpes simplex virus 2. يبقى herpes simplex virus 1 ده عادة في النص الفوقاني البودي اللي ايه including الاورال. طيب انما الherpes simplex virus 2 ده genital, causing genital infection. both types can cause primary or recurrent infection. primary يظهر مرة اول مرة, او recurrent يتكرر من قلة اخر of either the oral or the genital area, and both may cause recurrent disease at either site. طيب humans are the only natural reservoir, البشر هم natural reservoir of herpes simplex virus infection. يعني مش هيحصل في حاجات تانية زي الحيوانات معينة او كده, لا هو humans هم اللي ايه الonly natural reservoir. And spread occurs by direct intimate contact with lesions or secretions from an asymptomatic carrier. ممكن واحد ما يشبه على الأعراض بس كارير يعمل infection لحد تاني. This latter method of spread of herpes simplex virus is common, شائع. Latency characteristic of all herpes viruses occurs when the virus is transported from mucosal to cutaneous nerve ending by neurons to ganglia, where the herpes simplex virus viral genome remains present in the non-replicating state. ده اللي هو ايه الفيروس بعد ما يعمل الديزيز اختفي بيروح ممكن يروح على الجانجليون ويستقر فيها ويبقى دوميننت فيها لاتنت. طب ممكن يحصل له رياكتيفيشن؟ يحصل له رياكتيفيشن. امتى؟ of the latent virus occurs when herpes simplex virus switches to a replicative state, يتحول الى حالة قابلة للتكاثر, يعمل replication, يكرر نفسه. this can occur as a result of a number of factors including a peripheral tissue injury, لو حصل injury from trauma or sunburn, fever, immune suppression. الحالات دي كلها ممكن تعمل خلف فيروس يدخل في حالة reactivation. the concept that herpes simplex virus is a possible cause of Bell's palsy was initially suggested, but recent evidence
has demonstrated that reactivation of herpes simplex virus is the most common cause of this disorder. Reactivation يعني هو الفيروس زي ما قلنا في اللاتنسي بيحصل له reactivation ويعمل الموضوع ده, ممكن يعمل الموضوع ده. There is evidence linking herpes simplex virus to carcinogenesis. ممكن يعمل ايه تشتغل كارسينوجينيسيس, يعمل كانسر يعني يبقى كارسينوجين. برايمري herpes simplex virus infection ده اول نوع هنتكلم عنه. البرايمري occur in patients who don't have immunity resulting from previous contact with the virus. يعني أول مرة يحصل contact مع الفيروس. Herpes simplex virus infection occur after intimate contact with the individual who has active herpes simplex virus. Primary or recurrent lesion. يعني infection حصل من intimate contact. اتصال لصيق. اتصال مباشر. بواحد عنده disease. واحد سليم اتصل اتصال مباشر. يعني قاعد جنبه الدروبلس وقاعد فترة اتعرض للدروبلس والحاجات دي ممكن يحصل له الانفكشن, واحد من برايمري او واحد عنده ريكارنت ليجن. طيب برايمري herpes simplex virus may also spread by saliva. The majority of oral herpes simplex virus infection are caused by herpes simplex virus 1. احنا قلنا ده above the waist. But primary oral herpes simplex virus 2 infection may also occur. Now in the herpes simplex virus 2 genital infection, selfie genital organs below the waist. إنما ممكن يعمل oral infection. May also occur chiefly as a result of oral genital contact. لو حصل oral genital contact ممكن يعمل below the waist لو herpes simplex virus 2 يعمل oral infection. Infection of the fingers اسمها herpetic whitlow. ده الهربس simplex virus ممكن يعمل infection للفينجرز. طبعا الفينجرز بتاعت عادة الفيزيشن الدينتس محط ايده without wearing gloves in infected oral cavity of the infected person. يمكن يجيله herpetic whitlow affecting الفينجر بتاع الفيزيشن الدينتس. Of health profession may occur during treatment of infection infected patient. Dentists may experience primary lesion طبعا على الفينجرز from contact with oral lesions or saliva of patient who are asymptomatic carrier of herpes simplex virus. مش باين عليه المانيفستيشنز بس هو carrier حامل للميكروب. Also the incidence of this disorder should be minimal if gloves are worn. عشان كده أهمية الجلافز دينتس يلبس جلافز during الأورال examination. Use of gloves should also prevent the spread of herpes simplex virus from the fingers of health care workers infected with the herpetic whitlow to patient. العكس لو دينتس في infection للفينجر بتاعته بهربس simplex virus herpetic whitlow يقوم يلبس جلافز يمنع الانفكشن من his finger to the mouth of another healthy patient بيعملوا examination. طيب primary herpes simplex virus infection of the newborn was previously believed to be caused by direct contact with vaginal herpes simplex virus. يعني الام وهي بتولد الانفانت لسه نازل بيبي قالوا ان ممكن ايه الجينيتال للمذر يعملوا انفكشن with vaginal herpes simplex virus lesions during birth. But it has now been established that a majority of mothers giving birth to children with primary herpes simplex virus are asymptomatic carrier without lesions. يعني المذر ما عندهاش lesion, asymptomatic carrier as carrier. These infections of the newborn result in viremia and disseminated infection of the brain, liver, adrenals, and lungs. مشكلة دي ممكن تعمل complications كبيرة. Newborn of mothers
with antibody titer are protected by placentally transferred antibodies. هما احنا عارفين ان المذر بتدي البيبي after birth antibodies لمدة 6 شهور بتنفعه during the first 6 months of life. After 6 months of age the incidence of primary herpes simplex virus infection increase طبعا لان المذر ادتوله maternal antibodies دي مدتها تكفي مدة 6 شهور. The incidence of primary herpes simplex 1 infection reaches the peak between 2 and 3 years of age. دي القمة حدوث الديزيز في عمر 2 ل 3 years age. Incidence of primary herpes simplex virus 2 infection does not increase until the age when the sexual activity begins. حدوث الفيروس 2 herpes simplex virus 2 اللي هو genital عادة لما after genital organs are completed مع البيوبرتي. Studies of herpes simplex virus have shown a continual rise in the percentage of patients who have had contact with the virus until 60 years. لحد 60 years old age ممكن يحصل البرايمري لو ما خدوش قبل كده. Demonstrating that although the primary infection with herpes simplex virus is chiefly a disease of infants, عادة بتاع disease of infants and children, but واحد لو واحد ما خدوش لغاية عمر 60 ممكن يجيله لو حصل contact مع diseased person. New cases continue to appear during adult life. This is consistent with the many reports of adults with primary herpetic gingival stomatitis. في حالات من الأدلس أهو بجلها. The incidence of primary herpes infection has been shown to vary according to socioeconomic group. In lower socioeconomic groups, 70 to 80% of population have detectable antibodies to herpes simplex virus. التايتر عالي, البرسنتج عالي, 70 to 80% من ال low economic level بيجيلهم الديزيز. By the second decades of life, indicating prior herpes simplex virus infection. Whereas in a group of middle class individuals, only 20 to 40% of the patients in the same age group have evidence of contact with herpes simplex virus. يعني ال social economic له علاقة بالموضوع. A significant percentage of cases of primary herpes are subclinical. نسبة عالية جدا من الانفكشن بتحصل بالبرايمر هيربس سيمبلكس ساب كلينيكال ما تبانش على كلينيكال ما تبانش اعراضه تبقى ساب كلينيكال. Also the apparently low incidence of a history of classic primary herpetic gingival stomatitis is also influenced by the young age of patients who develop the infection. By the improper diagnosis of some cases, لو تعمل diagnosis مش صح, سليم, and by the cases of primary herpetic pharyngitis that cannot be clinically distinguished from other causes of viral pharyngitis. دلوقتي هنتكلم على clinical manifestations of primary oral herpes في الماوس. The patient usually presents to the clinician with full-blown, شو التعبير, full-blown oral and systemic disease. But a history of the mode of onset is helpful. مهم جدا نعرف mode of infection history بتاعه. In differentiating lesions of primary herpes simplex virus from other acute multiple lesions, لسه نعرف other acute multiple lesions برضو في الأورال ميوكوزا في الأورال كافيتي. The incubation period is most commonly 5 to 7 days ده بالنسبة للprimary herpes simplex virus infection but may range from 2 to 12 years. عادة من 5 أيام لأسبوع الperiod الincubation period إنه ممكن تاخد من 2 ل 12 يوم. Incubation period دي الفترة اللي ما
تسبق حدوث الديزيز. بيحصل انفكشن بالفيروس لحد ما يبان المانيفستيشن. Patient with primary oral herpes have a history of generalized prodromal symptoms. دي مهمة جدا عشان كده حط لكم عليها تحتها خط. Patient with primary oral herpes have a history of generalized prodromal symptoms. طيب ايه البرودرومال سيمتوم جنرالز اللي بتبان؟ ذات بريسيد ذا لوكال ليجنز، هتسبق حدوث الاورال ليجنز بيوم ليومين. البيشنت خلالها هيحس بمانيفستيشنز سيستميك زي ايه. This information is helpful. طبعا دي مهمه جدا في differential diagnosis in differentiating this viral infection from allergic somatitis or erythema multiforme اللي هناخدهم بعد شويه. In which local lesions and systemic symptoms appear together. ده فين بقى؟ ده في الإريثيما مالتيفورم وفي الأليرجيك سوماتايتس. Very acute the two types of disease دي. Very acute لدرجة إن البرودرومال سيمتومز مع الأورال ليجنز بيبانوا في نفس الوقت، لأن المرض سريع جدا بالمانيفستيشن بتاعته في التو تايبس دول. وده بيفرق لنا بيفرقهم عن البرايمري هيربيتك جينج فوسوماتايز. البرودرومال سيمتومز بتبقى يوم ليومين قبل ظهور الاورال مانيفستيشن. طيب عشان كده مهم الحته دي في الديفرنشال دياجنوز. ايه بقى الجنرالايز برودرومال سيمتومز؟ فيفر، ارتفاع في الحراره، هيدك، صداع، ماليز، اعياء، نوزيا، غمامات نفس، ميل للقيء يعني، اند فوميتينج فعلا. دي كلها البردرومال سيمتوم البيشنت بيحسها. فيفر، هيديك، ماليز، نوزيا، فوميتنج. نيجاتيف باست هيستوري اوف ريكارنت هيربس لبياليس اند بوزيتيف هيستوري اوف دايركت انتيميت كونتاكت وذ بيشنت وذ برايمري اور ريكارنت هيربس. ده الحاجات اللي هي يعني قبل كده ما جالوش الهيربس سيمبلكس اللي هو الهيربس لبياليس اور هيربس. او كمان في هيستوري ممكن يدينا هيستوري انه كان في واحد من أصدقائه أو من إخواته أو من المقربين له اللي دايما بيحتاج بيهم كان عنده المانيفستيشن بتاعت البرايمري هيربس سيمتومز أو الريكارنت، لأن البرايمري ريكارنت عند حد ممكن يعدي اللي ما جالوش يجيله برايمري لأول مرة. Are also helpful in making the diagnosis. Approximately 1 to 2 days after the prodromal symptoms، بعد البرودرومال سيمتومز اللي هي الفيفر والهيدك والماليز والفوميتنج. طيب هيحصل ايه بقى بعدها؟ هيبدا المانيفستيشن اورالي. سمول فيزيكلز ابير، سمول فيزيكلز ان ذا اورال ميكوزا. ذيس ار ثين وولد طبعا لان انترا ابيثيليال سراوندد باي ان انفلاماتوري بيس. مهم الانفلاماتوري بيس هنا، دي معناها انها مش اميون ديزيز، مش اميون ديزيز افكتنج ال وايت بلاد سيلز. يقوم ايه الانفلاماتوري ريسبونس تبقى سلاجش. لا هنا الانفلاماتوري ريسبونس موجوده وعشان كده بيحصل ريدنس. ما احنا عارفين ضمن المانيفستيشن بتاعه الانفلاميشن ريدنس. طيب ذا فيزيكلز كويكلي رابتشر ليفينج، طبعا لان الولسين قلنا ليفينج شالو راوند ديسكريت ازر. هنا شالو ليه بقى؟ لانها ثين كفرنج ابيثيليال لاير، فعشان كده الألسر هتبقى شالو. The lesions occur on all portions of the mucosa as the disease progresses. Several lesions may coalesce. الألسرز المتقاربة ممكن كواليز، تلتصق ببعضها، تتصل ببعضها. العملية بنسميها كواليسنس، لما تتسع دي واللي جنبها يمتدوا مع بعضهم يبقوا ايه؟ irregular big ulcer forming large irregular lesion. An important diagnostic criterion in this disease is the appearance of generalized acute marginal gingivitis. This is very important. Very important. Primary herpetic gingivostomatitis لازم يكون فيه generalized acute marginal gingivitis. عامل لكم تحتها خط. وعشان كده الديزيز ده بنسميه ايه؟ Primary acute gingivostomatitis. Gingivo. يعني فيه generalized acute marginal gingivitis
لازم يكون موجود، وده الكي للدياجنوسيس للديزيز ده. The entire gingiva is edematous and inflamed. Several small gingival ulcers are often present. Examination of the visceral pharynx reveals inflammation, and the submandibular and cervical lymph nodes are characteristically enlarged and tender. On occasion, primary herpes simplex virus may cause lesions of the labial and facial skin without intraoral lesions. عشان كده بيتقال عليه لبياليس، هربس لبياليس. اوكي؟ يبقى الليمف نودز انفولد كاركترستيكلي برضه من الحاجات المهمه في الدياجنوسيس. طيب. Primary herpes simplex virus is otherwise healthy children is a self-limiting disease. الشايلد صحته كويسه، جاله primary herpes simplex virus وهو كويس، in general صحه تمام. بيبقى self-limited يعني هيروح من نفسه بعد few days. The fever ordinarily disappears within 3 to 4 days. ارتفاع الحرارة يختفي في 3-4 أيام and the lesions begin healing in a week to 10 days. Although herpes simplex virus may continue to be present in the saliva for up to a month after the onset of the disease. طبعا يبقى carrier يعني هو اتحسن والمنفسيشن اتحسنت بعد 10 days، بس ممكن يستنى الموجود الفيروس في السلايفا لمدة شهر، في خلالها ممكن بقى يعمل ايه انفكشن لواحد تاني لانه كارير هنا. Laboratory diagnosis. The diagnosis of primary herpetic gingivostomatitis is straightforward. سهل، خط مستقيم سهل زي ما قلنا. When patient present with atypical clinical picture of generalized symptoms followed by اللي هو البرودرومال سيمتوم اللي قلنا عليها followed by eruption للأورال فيزيكلز round shallow symmetrical oral ulcers acute marginal gingivitis قلنا دي key في الدياجنوسيس، يبقى دي كلها حاجات بتقول لنا على طول ان ده acute herpetic gingivostomatitis primary form primary herpetic gingivostomatitis. طيب laboratory tests are rarely required. عادة ما محتاجهاش in these cases اللي هي straightforward diagnosed. Other patients especially adults واحد جاله primary form في سن كبير may have a less typical clinical picture making the diagnosis more difficult. صعب. This is especially important when distinguishing primary herpes from erythema multiforme. احنا قلنا الerythema multiforme البرودرومال سيمتومز بتظهر في نفس الوقت مع المانيفستيشن بتاع الديزيز لانها فيري اكيوت، ودايما في حاجه بتخوفنا من ناحيه الاريثيما مالتيفور انها ممكن تتحول لمور دينجرس كيسز سينس بروبر ثيرابي ديفرز سيجنيفيكانتلي. طبعا العلاج هيختلف. ليه بقى؟ الاريثيما مالتيفور الايتيولوجي بتاعها محتاج عادة اميون ديزيز، محتاج ان احنا نستعمل كورتيكوستيرويد كلاين اوف تريتمنت، والكورتيكوستيرويد كونترا اديكيتد في الفيرال انفكشن اللي هو البرايمري اكوت جينفوستوماتايز. فانت ما ينفعش انك تدي في البرايمري كورتيكوستيرويد، فعشان كده لازم يبقى الفرق بينه وبين الاريثيما مالتيفورم واضح، لان هنا لاين اوف تريتمنت يختلف ويأثر لو استعملته في النوع التاني من الديزيز. زائد ان الهربس سيمبلكس ممكن يتحول لريسيما مالتوفور، فبالتالي لازم نعرف الخط الفاصل هو فين، احنا في هربس سيمبلكس ولا في ريسيما مالتوفور. طيب انا لو عايز اعرف ان ده هربس سيمبلكس ماهوش ريسيما مالتوفور، وهنا اللابوراتوري اكزام مهم لو انا في مفترق طرق ومش عارف ده ايه بالظبط، يبقى بقول لك هنا لابوراتوري دياجنوستس ممكن يكون مهم. Antibody titers conclusive evidence of a primary herpes simplex virus infection includes
evidence of primary herpes simplex virus infection includes testing for complement fixing or neutralizing antibodies in acute and convalescent sera. However, it's rarely necessary in routine clinical situations and is often not helpful since the results are not available until the infection is gone. الانتيبوديز عشان تتكون بعد الانفكشن تاخد وقت. واحنا قلنا عادة بياخد من 7 ل 10 days الديزيز ده ويختفي المانفستيشنز بتاعته او الليجنز بتاعته. فطبعا على ما الانتيبوديز تكون يكون الديزيز finished already. يبقى useless بالنسبة لنا داعي بالنوع ده الانتيبودي تايتر تيست. In special circumstances such as immunocompromised patients, في immunocompromised patients بقى disease بطول يبقى مر ياخد وقت أطول. An acute serum specimen should be obtained within 3 to 4 days of the onset of the symptoms. The absence of the detectable antibodies plus the isolation of herpes simplex virus from lesions is compatible with the presence of primary herpes simplex virus infection. لانه ده احنا عارفين هنا بياخد وقت اطول الديزيز. Antibody to herpes simplex virus will begin to appear in a week and reach a peak in 3 weeks. Convalescent serum can confirm the diagnosis of primary herpes simplex viral infection and demonstrating at least a fourfold rise, 4 أضعاف in anti-herpes simplex virus antibodies. If anti-herpes simplex virus antibody titers are similar in both acute and convalescent sera, then lesions from which herpes simplex virus was isolated were recurrent lesions. لو التايتر هو إياه يبقى recurrent يبقى حدوث مرة تانية lesions. هنشوف اللي احنا ايه لو عنده فيفر يبقى نديله drug علشان الفيفر. لو في لوسف الفلو هنشوف هو supportive measures include aspirin or acetaminophen for fever. الفلويدز to maintain proper hydration and electrolyte balance لأن اللي هيحصل hydration من loss للفلويدز من الألسرز الموجودة عشان يديه الفلويد. topical anesthesia عشان البين الموجود يديه topical anesthetic drug. may be administered prior to meals عشان يقدر ياخد الميل بتاعته. if the patient has sufficiently eating difficulty eating and drinking يبقى قبل الميل ياخد الايه الانستيتيك دراج علشان يعرف ياخد وجبته. infants who are not drinking because of severe oral pain should be referred to a pediatrician for maintenance of proper fluid and electrolyte balance. Antibiotics are of no help in the treatment of primary herpes infection and use of corticosteroids is contraindicated. طبعا antibiotics effective على البكتيريا مش على الفيروسات وعشان كده of no use هنا مش هتبقى لها اي فايدة. طيب corticosteroids قلنا ممنوع لان الفيرال infection بيعتمد التريتمنت او الريسيسن بتاعت البودي هي الاساس to withstand الفيرال infection. انما corticosteroids دي بتضعف الريسبونس بتاع البودي فما كنت عندي كده. هنا صور اهي برايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتايتس زي ما احنا شايفين الاريثيما والالسرز موجوده في الجينجفا عند تشايلد. برايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتايتس برضو ريثيما مالتيبل السرز اون ذا جينجفا ايه مالتيبل السرز ان ذا جينجفا شايفين وريثيما ريدنس أو primary herpetic gingivosomatosis مالتيبل ألسر on the tongue شايفين قد ايه؟ ألسرز كتير tongue inflamed
acute inflammation. Primary herpetic herpes simplex, viral infection في البالت وفي الجنجفة. Primary herpes simplex viral infection موجودة في الفوسيس والسوفت بالت. في السلايد دي شايفين الجنجفة inflamed وswollen generalized acute infection فيها حتى blood tingled. Herpetic wet lo اللي قلنا عليها بيحصل easily في الميديكال فيلد وركرز وموستلي في الدنتست لو نوت ويرينج جلافز ومد الفينجرز في الماوس بتاع انفكتد بيشنت يوم الهربس افكت الفينجرز اسمها هيربيتيك ويتلو. الكوكساكي فيروس انفكشن ده رايبو نيوكليك اسيد احنا قلنا في الاولاني كان دي ان اي هنا ار ان اي. Coxsackie virus have been separated into two groups, A and B. There are 24 known types of Coxsackie virus group A and 6 types of Coxsackie virus group B. 24 في A و 6 في B. These viruses cause hepatitis, meningitis, myocarditis, okay, pericarditis and acute respiratory disease. بيعملوا systemic diseases. Three clinical types of infection of oral regions that have been described are usually caused by group A Coxsackie virus. لهم ايه بقى؟ Herbangina, hand, foot and mouth disease وacute lymphonodular pharyngitis. دول ثلاثة أنواع caused by Coxsackie virus group A. Types of Coxsackie virus A have also been described as causing rare mumps-like form of parotitis, parotid gland inflammation. أول نوع هنتكلم عنه منهم اللي هو الهربانجينا. Coxsackie virus A4 has been shown to cause majority of cases of herbangina, but types A1 ل 2 A10 من A1 ل A10 10 as well as types of A16 and A22 have also been implicated. هما كمان ممكن يسببوا الهربانجينا because many antigenic strains of Coxsackie viruses exist. كذا نوع هو منهم. هربانجينا may be seen more than once in the same patient. ممكن في نفس الشخص يجيله أكتر من نوع من الهربانجينا من different genetic type. ليه بقى؟ لأن الهربانجينا لو حصل له مرة عادة بيعمل ريسيستنس البودي للنوع ده، انما لان في كذا تايب من الكوكساكي فيروسز ممكن يسبب الهربانجينا فممكن يصاب باكتر من نوع منها في نفس الوقت ويبقى ايه اكتر من نوع موجودين. طيب unlike herpes simplex infection ما هوش زي الهربس سيمبلكس في ايه بقى which occur at a contact a constant rate. Herbangina frequently occurs in epidemics. بيجي في طريقة وبائية. Epidemics that have their highest incidence from June to October. الوباء ده ممكن يحصل أكتر وينتشر. الديزيز ده يكون من يونيو إلى أكتوبر. لعدات البيريود اللي بيظهر فيها الانفكشن بالهربانجينا. The majority of cases affect young children aged 3 to 10 years. But infection of adolescents, كبار and adults, الشباب والكبار is not uncommon, ممكن يحصل. Clinical manifestation, after a 2 to 10 days incubation period, the infection begins with generalized symptoms. يعني incubation الفترة اللي حضانت الميكروب من يومين لعشر أيام بعد الانفكشن يبدأ بعدهم يظهر manifestation. Generalized symptoms, prodromal symptoms, fever, chills, anorexia, دي في الفترة الأولانية. The fever and other symptoms are generally milder, أقل أضعف من اللي كان موجود في البرايمري herpes simplex infection. Patient complain of sore throat, احتقان في الزور, dysphagia,
and occasionally sore mouth، يبدأ يبان التقرحات في الماوث. lesions start as a punctate macules، تبدأ macules منقطة واخدة. ده احنا عارفين macules شرحناها قبل كده على نفس الليفل بتاع surrounding tissue different color which quickly evolve into papules. حولي papules اللي هي ايه elevated more than surrounding tissue lesion less than 1 centimeter in diameter and vesicles، تبدأ بقى ايه sac filled with fluid also involving the posterior pharynx. خد بالكوا ده بيجي في الديز، ده الليجن بتاعته بتيجي في البسيرور بارت من الماوس، في الفارينكس، تونسيلز، فوشيال بيلرز، سوفت بالت، في البسيرور بارت. الليجنز ار فاوند ليس فريكوانتلي اون ذا باكال ميوكوزا، بدرجه اقل جدا، والتانك والهارد بالت. ويزن 24 تو 48 من يوم ليومين، اورز من يوم ليومين، ذا فيزيكال رابتشر forming small 1 to 2 millimeter ulcers. شايف الالسر هنا صغيره كتير، 1 to 2 millimeter ulcer، very small ulcer هنا. The disease is usually mild and heals without treatment in 1 week. معتدل و self limited disease. هربانجينا may be clinically distinguished from primary herpes simmered infection by several criteria. It occurs in epidemics، في صوره وبائيه غير الهرب السيملك، ما بيحصلش بطريقة وبائية. هرمانجينا tends to be milder، أقل حدة من الهرب السيملك. lesions of hermangina occur on the pharynx، في الفارينكس وال posterior part، posterior portion of the oral mucosa، whereas herb simmelix primary anterior affects the anterior portion of the mouth. طيب هرمانجينا doesn't cause generalized acute gingivitis، طبعا في احنا قلنا شرط في البرايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتايز ان يكون في جنرالايز اكوت جينجيفايتس. ليجنز اوف هربانجينا تين تو بي مايلدر سمولر ذان ذوز اوف هربس سيمليكس فيروس، طبعا الليجن بتاعتها اصغر في الحجم سايز منها. لابوراتوري ستاديز سمير تيكن فروم ذا بيز اوف فريش فيزيكال اند ستيند ويز جيمسا ويل نوت شو بالونينج ديجنريشن اون مالتي كولاجين سيل، طبعا ده كان موجود في البرايمري هيربيتيك جينفوستوماتايز، وبرضه ده نعرف في الهربس زوستر، هنعرف بعدين موضوع الهربس زوستر. تريتمنت هربانجينا از ا سيلف ليميتنج ديزيز اند تريتمنت از سبورتيف انكلودنج ايه بقى، هيدريشن ند فلويد، توبيكال انستيك عشان البين، وين ايتنج قبل الاكل لو في بين مع الاكل، الم مع الاكل، والسوالوينج. سبيسيفيك انتي فايرال ثيرابي از نوت افيلابل، مش محتاجينه، is not needed. Okay. ادي الهربانجينا موجودة على السوفت بلت والفوسس small ulcers تبقى multiple small ulcers، شوف dozens of ulcers، عدد كبير small ulcers. clinical manifestation after a 2 to 10 days incubation period the infection begins with generalized symptoms. يعني incubation فترة لحضانة الميكروب من يومين لعشر ايام بعد الانفكشن، يبدأ بعد كده بعدهم يظهر manifestation. generalized symptoms اللي هم prodromal symptoms، fever، chills، anorexia دي في الفترة الاولانية. the fever and other symptoms are generally milder، أقل أضعف من اللي كان موجود في البرايمري هيربس سيمبلكس انفكشن. patient complain of sore throat، احتقان في الزور، dysphagia and occasionally sore mouth، يبدأ يبان التقرحات في الماوس. lesions start as a punctate macules، تبدأ macules منقطة واخدة. hand foot and mouth disease، من الاسم disease affecting the hands and feet and mouth is caused by infection with Coxsackie virus E16 in majority of cases although instances have also described with A5, A7, 9, 10, B2, B5 or enterovirus 71. The disease is characterized by low grade fever, oral vesicles or ulcer، برضه يبقى في فيفر وفي
physical ulcer in the mouse. A non-pruritic macules, papules, vesicles, particularly on the extensor surfaces of the hands and feet. اللي احنا قلنا في flexor surface وفي extensor, extensor الخارجي للhands والfeet. The oral lesions are more extensive than are those described for herbangina. And lesions of the hand, of the hard palate, tongue, and buccal mucosa are common. يبقى في الهارد بالات تانج والباكال ميوكوزا. Severe cases with central nervous system involvement قد كده ممكن يأثر على other vital organs زي central nervous system والمايوكاردايتس and pulmonary edema have been reported in epidemics caused by enteroviruses 71. Hand, foot and mouth disease range in age from 8 months ل 33 years. ده الرينج اللي with 75% of cases below 4 years, majority of cases أقل من 4 سنين الإفكت. The clinical manifestations last 3 to 7 days هتنتهي في أسبوع maximum. The most common patients complaint is sore mouth. Usually all the patients have lesions involving the oral mucosa. يعني تقريبا كل الpatients عادة بيبقى عندهم الأورال ليجن مع الهانس والفيت. Because of the frequent oral involvement, dentists are more likely to see patients. دكتور الأسنان ممكن يبقى أول واحد اللي يشوف الديزيز with this disease than with herbangina, أكثر من herbangina. And they should remember to examine the hand and feet. دايما لما نشوف oral lesions لا ما ننساش ان احنا نعمل examination للhands والfeet لانه ممكن يكون hand foot and mouth disease. طيب for maculopapular and vesicular lesion في macules وفي papules وفي vesicles. When patients present with an acute stomatitis and fever ما ننساش نعمل فحوصات للهانس والفيس البابيوز والمكيوز والفيزيكلز. طب التريتمنت سبورتيف تريتمنت برضو. ادي صورة الهاند فوت اند ماوس ديزيز. ده الماوس وادي الهانس. ثانك يو شكرا. احنا كده خلصنا الاول محاضرة في الالسيراتيف فيزيكولار اند بولس ليجنز. وأشكركم.